نستمع إلى الشاعر الأستاذ إبراهيم نصير فقط، وبعده نستمع إلى الأستاذة الفاضلة والشاعرة أستاذة مناة أمين. هنأتي باتنين شعراء وفنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف تحية لجميع السادة الحاضرين، مليانة من كل والياسمين. هي أغنية، أغنية من تأليفي أنا، اسمها يا طير يا طاير سلم لي عليهم. ثواني لما خلصوا كلام، بس ما خلصوا كلام. نبدا نقول اسمها يا طير يا طاير سلم لي عليهم. انا قلبي ده من شوق اليكم، فاتونا يا قلبي وبعونا من غير حتى ما يودعونا. بعضهم يا قلبي مش هاين علينا، بعتنا لهم كتير سلامات كتبناها يا قلبي بدموع وآهات، تفكرهم بأحلى الذكريات. يا ريت مرة يفتكرونا ومن الأشواق يرحمونا. أمانة يا قمر لو شفتهم قول لهم حياتي عذاب في بعضهم. ليه يا حبايبي جنيتوا عليا؟ انتوا حبايبي وغاليين عليا. خلاص نسيتوني وبتسألوني أنا مين؟ أنا اللي حبيتكم وضحيت عشانكم واديتكم من عمر سنين، ولسه شريكم وبفكر فيكم، ولا بعرف أراضيكم كنت أجيلكم وأراضيكم. شكرا. شكرا للشاعر الأستاذ إبراهيم نصير.